السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، أهلا بكم في الدرس الثاني في الوحدة الأولى واللي بيكلمني فيها عن الوير تايم. وفي الوير تايم في الوحدة دي حبايبي جايب لي بعض الأماكن والغرض من الذهاب لهذه الأماكن. يبقى المفروض إن في الدرس بتاعنا ده هنتعلم عن الأماكن والغرض، يعني ليه انا بروح الاماكن دي. تعالوا بسرعه نشوف يلا الاماكن اللي هو مدهالي في الوير تايم. اول كلمه كلمه سكول، سكول 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 يعني مدرسه. لايبرري 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 بمعنى مكتبه. باربر شوب باربر شوب باربر شوب بمعنى صالون حلاقه. بانك 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 بمعنى بنك. هوتيل 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 حبايبي بمعنى فندق. ترين ستيشن ترين ستيشن ترين ستيشن بمعنى محطة قطار. بوست اوفيس بوست اوفيس بوست اوفيس بوست اوفيس حبايبي بمعنى مكتب بريد. بيفمنت 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 بمعنى رصيف مشاة. بريدج 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 بمعنى كوبري او جسر. ثياتر 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 حبايبي بمعنى المسرح. دي الاماكن اللي هو مدها. تعال نشوف كده الكلمات الاضافيه اللي هو مدها. عندنا كلمه نيد نيد بمعنى يحتاج. هير كات هير كات بمعنى قصه شعر. شو شو بمعنى عرض ترفيهي او مسرحي سينمائي. عندنا دوتر 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 دي الابنه. هيفي هيفي بمعنى ثقيل. بورو 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 بمعنى يستعير. عندنا بي كيرفول بي كيرفول يعني كن حذر. نو بروبلم نو بروبلم يعني لا مشكله. شور 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 حبايبي بمعنى بالتاكيد. لو بصينا تحت هنلاقيه مديني الغرض من الذهاب للاماكن، يعني مديني السكول والغرض منها تو ليرن. تو هنا حبايبي بمعنى لكي، تاني تو بمعنى لكي. تو ليرن طبعا البربر شوب. تو جيت ا هير كات تو جيت ا هير كات يعني لكي احصل على قصه شعر. To read and borrow books ده في اللايبراري. في الترين ستيشن to take the train يعني عشان ناخد القطر. وطبعا theater to see a show والبيفمنت to walk on. يبقى الفكرة هنا حبايبي ان انا بتعلم ازاي اسأل عن الغرض من الذهاب للاماكن، يعني مش فكرة ان انا بس بقول انا رايح المكان ليه، لا ازاي اسأل كمان، يعني ازاي اسأل شخص اقول له ليه انت بتروح المكان الفلاني. طبعا كلمة ليه دي او لماذا اسمها why. تاني كلمة ليه او لماذا اسمها why. لما اجي اسأل ليه انت بتذهب لمكان معين بقول why do you go. why do you go يعني لماذا تذهب الى. why do you go to واجيب اسم المكان بتاعي. تاني واجيب اسم المكان. طيب لو انا هجاوب اجابة مختصرة هجيب to زائد المصدر شكل ما ادهالي في الكتاب. لو انا هجاوب اجابة طويلة هشيلها why واشيل do وابدأ من اول you احولها لاي واقول I go to وبعدين اجيب المكان بتاعي واقول to. بس to دي حبايبي معناها لكي، واجيب على طول الغرض من الذهاب للمكان. يعني مثال بسيط، عايزين نسأل واحد نقول له ليه انت بتروح المدرسة او ليه احنا بنروح المدرسة سواء دي او دي. السؤال واحد هقول why do you. طب ممكن اقول ايه كمان ها we. why do you or why do we go to school يعني لماذا نذهب الى المدرسة او لماذا تذهب الى المدرسة. طبعا هنا لما اجي اجاوب حبيبي بشيل why واشيل do، you بحولها ل I او اجيب we عادي جدا يعني you ممكن تتحول ل we واقول we go to school يعني احنا بنروح المدرسة. to learn to learn حبيبي يعني لكي نتعلم. يبقى الغرض هنا من الذهاب للمدرسة هو التعلم، عشان كده جبت to زائد المصدر. طب مستر انا ممكن اجاوب على طول واقول to learn يعني لكي نتعلم، هقول لك صح وعادي جدا. يبقى لما اجي اسأل لماذا نذهب الى why do you او why do we go to واجيب اسم المكان. مثال اخر لما اجي اقول لك why يعني لماذا do we go to the theater يعني لماذا نذهب الى المسرح. تاني لماذا نذهب الى المسرح، طبعا بنروح المسرح عشان نشوف
أرض فهقول we go to the theater يعني بنروح المسرح to هنا حبايبي بقى قلنا معناه لكي فأقول to see a show to see a show يعني لكي نرى أرض تاني to see a show لكي نرى أرض وبكده يبقى أنا قدرت أسأل عن الغرض من الذهاب للأماكن وكمان قدرت أجاوب وهننسى أن أنا ممكن أدي short answer وأقول to see a show to see a show يعني لكي نرى أرض دي short answer بتاعي تعال نشوف المحادثات القصيرة بقى اللي هو مديها لي في الكتاب صفحة 38 المان بيكلم الباربر فبقول له Are you open on Sundays? Are you open on Sundays? يعني هل انتوا فاتحين يوم الحد؟ ولا سألتك يا ترى open هنا فعل ولا صفة؟ هتقولي لا صفة يا مستر. ليه صفة؟ لأنها جاية بعد are ولو كانت فعل جاية بعد are كنت حطيت له ing فبالتالي open هنا صفة بمعنى مفتوح. Are you open on Sundays? Yes, I'm open from 7 to 10. المان قال good I need a haircut يعني أنا محتاج قصة شعر تعال نشوف الدوتر بتكلم الفاذر بتقول له dad can we ده طلب can we see the show ممكن نشوف العرض sure how much does it cost to get in how much does it cost to get in يعني ما تكلفة الدخول طيب الدوتر قالت it's £1 خلي بالك من حرف الجر 4 it's £1 for adults Children are free يعني الأطفال مجاني الحادثة الثالثة البوي بيكلم الومن بيقول لها let me help you خلي بالكوا حبايبي let مفعول دايما بيجي وراها الفعل في المصدر يعني لما يقول let me help ولا helping لا هقول له help let me help you Miss Sarah فالومن قالت thanks be careful they are heavy يا نهار ابيض ده ايه ده تقيلة فالبوي قال لها no problem no problem يعني مفيش مشكلة تعالوا نشوف بسرعة التمرينات اللي مديها لي على الword time أول حاجة طبعا عارفين نطلع الكلمة المختلفة وبنحط مكانها كلمة تانية عندنا careful و nice و book و good طبعا كلها صفات حبايبي ما عدا كلمة book book دي معناها كتاب واجيب بقى أي صفة شكلهم أي صفة شكل طول short fat thin careless bad أي صفة معانا هتمشي عندنا father mother daughter and the bridge كلها حبايبي أشخاص ما عدا bridge بريدج حبايبي معناها كوبري طيب الباقي كله أشخاص ممكن أجيب مثلا كلمة صن وصن حبايبي معناها إبل school, post office, museum, between طبعا لو بصينا هنلاقي كلها أماكن مع ده between ده ظرف مكان هجيب أي مكان بقى شكل زو دي كلمة سهلة خالص اوعى تجيب كلمة إلا ما تكون حافظ السبيلنج بتاعها عندنا problem, get, borrow and walk طبعا هنا لو بصينا problem ده اسم get فعل borrow فعل walk فعل يبقى إذن problem هي المختلفة واجيب أي فعل like play play حبايبي بمعنى يلعب bus train car and pavement طبعا كلها وسائل المواصلات مع ده كلمة pavement pavement يعني رصيف واجيب بقى أي وسيلة مواصلات تانية شكل مثلا التاكسي خلاص طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده هو سؤال الاختياري طبعا سؤال الاختياري محتاج تركيز بقولي this box is heavy يعني الصندوق ده تقيل so I a carry it لما يكون الصندوق تقيل حبايبي اذا ما اقدرش اشيله فاقول I can't carry it I can't carry it يعني ما اقدرش اشيله ما ينفعش I تاخد R لا طبعا ولا I بتاخد S ولا I بتاخد does can we see the show at the 8 dead ممكن نشوف ها العرض قلنا بنشوف العرض فين برافو عليكم في الثياتر في المسرح Pupils can read books in the school. بنقرا الكتب فين؟ برافو عليكم كده في السكول لايبرري يعني في مكتبة المدرسة. Let help you miss Mona. ترى let I ولا let mine ولا let my ولا let me. حبايبي اللي بيجي بعد الفعل بيبقى ضمير مفعول فبالتالي هقول let me. Let me يعني دعني أو اسمح لي. نمبر 5 بيقول لي does it cost for children طبعا هنا لما اسال عن السعر حبايبي بسال بكلمه how much يعني ما تكلفه الدخول للاطفال نمبر 6 بيقول لي سعاد needs to go to the 8 to get some money بيقول لي سعاد محتاجه to go to the 8 ان هي تروح لل 8 to get some money عشان تحصل على مال هتقول لي سعاد needs to go to the هحصل على مال منين اكيد من البنك
من البنك. نمبر 7 بيقول we should walk a the pavement. طبعا احنا بنمشي على الرصيف فبالتالي لازم اقول on. نمبر 8 I went to the barber shop to get a. بروح الباربر شوب ليه؟ ده بيعتمد على حفظ بقى للغرض الذهاب من الاماكن، فبالتالي انا بروح عشان احصل قصة شعري يبقى to get a hair cut. تعالوا نشوف حبايبي سؤال الترتيب، بيقول لي see we show theater at the. المفروض ان انا عايز اقول ان احنا بنشاهد العروض في المسرح. الفعل بتاع حبايبي وي، الفعل بتاعي سي يعني نرى، المفعول بتاعي شوز، ات ذا ثياتر، يبقى احنا بنشوف العروض فين؟ في المسرح. نمبر 2 بيقول لي سي وي كان وي وشو وذا. طبعا ده سؤال بيبدا بكان يعني هل نستطيع، يبقى كان الفعل بتاعي وي والفعل الاساسي بتاعي سي والمفعول بتاعي ذا شو او بقيه السؤال ذا شو. يبقى كان وي سي ذا شو، يعني هل يمكننا ان نرى الايه؟ العرض. تعالوا حبايبي بقى على سؤال الباراجراف. سؤال الباراجراف كان بيقول لي اتكلم عن ماي سكول. ماي سكول حبايبي اللي هي مدرستي. طبعا قلنا في حاجات مهمه جدا لازم الاحظها وانا بكتب الباراجراف. اول حاجه ما ينفعش ابتدي من اول السطر، لازم اسيب اندنت بمعنى فراغ. طبعا هنا لما هبدا عن المدرسه هقول اي لايك ماي سكول. اي لايك ماي سكول حبايبي يعني انا بحب مدرستي. تاني اي لايك ماي سكول يعني انا بحب مدرستي. بعد ما اخلص حبايبي دايما الجمله بحط فلسطوب. فلسطوب حبايبي بمعنى النقطه اللي في نهايه الجمله، ولازم ابدا بكابيتال لتر يعني حرف كبير. طيب المفروض بعد ما قلت اي لايك ماي سكول اقول بقى انا بروح المدرسه امتى. يعني مثلا هقول اي جو تو سكول يعني انا بروح المدرسه. السطر الثاني بقى هبداه من الاول ات 7 o'clock يعني انا بروح المدرسه الساعه 7. تاني I go to school at 7 o'clock يعني انا بروح المدرسه الساعه 7. هنا لازم اقول انا بروح المدرسه ازاي، فهقول I go to school by bus يعني بالاتوبيس. وهنا مهم ان انا اقول بروح مع مين، فهقول I go to school يعني انا بروح المدرسة with my friends يعني انا بروح المدرسة مع اصدقائي. تاني I go to school with my friends. خلاص. طيب ممكن اقول كمان ايه عن المدرسة؟ ممكن اوصف مدرستي يعني اقول my school is big مدرستي كبيرة. ممكن اقول فيها كم فصل. طب لما اقول فيها دي اقولها ازاي مستر؟ هقول it has. it has يعني فيها، فاقول it has مثلا 30 classrooms يعني فيها 30 فصل. طيب ممكن اقول كمان ان هي فيها مكتبة، فاقول it has a library يعني هي فيها مكتبة. طب ممكن اقول ايه كمان؟ هتقول لي ممكن اقول ان انا بحب المدرسين بتوعي جدا، يبقى I like my teachers يعني انا بحب المدرسين بتوعي جدا. ممكن اقول على مادتي المفضلة يعني ممكن اقول my. لاحظ ان انا بعد نهاية كل جملة بحط فلسطوب وابدأ بكابيتال لتر، فاقول my favorite subject is English يعني مادتي المفضلة هي الانجليزي. تاني my favorite subject is English. ممكن اوصف المدرسة انها نظيفة يعني اقول my school is clean. It's my second home يعني حبايبي هي بيتي التاني. انا كده قدرت اكتب باراجراف بسيط جدا وسهل وبراعي فيه
القواعد اللي انا بكتب فيها الباراجراف. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة, ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات بتاعتنا في سنة 6 ان شاء الله. طبعا الكتاب اللي احنا شغالين منه ده واللي بنحل فيه ده هو كتاب المعاصر. اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله مع البراكتس تايم مع وقت القواعد واللي هنتكلم فيه عن there is و there are ان شاء الله. Goodbye. السلام عليكم.